وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين. بداية، صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن نتنياهو يعد العدة للاستيلاء الكلي على القدس بعد نجاحه في الانتخابات. برأيكم هل الأمور مواتية دوليا لتنفيذ هذا المخطط؟ من استقراء ما حدث خلال السنوات الماضية وفي ظل حكم نتنياهو وجوده في السلطة وتحديدا في سنوات وجود ترامب في الإدارة الأمريكية، كثير من التغيرات وكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والتي اتخذتها الإدارة الأمريكية بدعم الحكومة الإسرائيلية في هذه القرارات بشأن القدس وبشأن غير القدس، وكلكم تعرفون بأنه تم نقل السفارة وتم اعتبار القدس عاصمة إسرائيل من قبل إدارة ترامب، إضافة إلى سلسلة مواقف أخرى داعمة لسياسة نتنياهو. وبالتالي من المتوقع جدا أن تستمر إدارة نتنياهو بدعم إدارة ترامب في فرض خطوات جديدة في القدس وفي الضفة الغربية، وهذا ما صرح به نتنياهو أيضا خلال الحملة الانتخابية وبعد فوزه. هناك أمر واقع يتم برضه بالتدريج في الضفة الغربية وفي القدس. طيب، يعني لو فسر تزايد الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين على أنه تمهيد لهذا المخطط، كيف ترون ردة الفعل العربية على هذه الانتهاكات؟ للأسف يتسلح نتنياهو في هذه القضية تحديدا بالتطبيع الذي يمارسه مع قادة عرب وزيارته لعدد من بلدان العالم العربي والإسلامي ولقاءه مع الأنظمة سواء بالمستوى الاستخباراتي الأمني أو بالمستوى السياسي. هو يتسلح بهذه المواقف العربية لقضم حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها القدس، بعيدا عن ما يتم من تسريبات حول تعاون أطراف عربية في تسريب عقارات في القدس ومواقف عربية ضاغطة على الفلسطينيين للتنازل عن القدس وما إلى ذلك. لكن في السياسة الإسرائيلية ما يجري على الأرض هو تسلح بالمواقف العربية للاستمرار في الاعتداء على الحقوق العربية والحقوق الإسلامية في القدس والحقوق المسيحية وبالتالي حقوق الفلسطينيين. فهو يرى بأن الأنظمة العربية مفصولة عن رغبة الشعوب وعن موقفها من القدس ويتحالف مع هذه الأنظمة ويفصل تماما بين مسار التطبيع مع العالم العربي والقدس، وهذا للأسف ما يجري من تطبيع تفسره الأنظمة أو تحاول القول بأنه بهدف عون الفلسطينيين أو أنه لن يأتي على حساب الفلسطينيين، والبعض يرسل رسائل بأنه نتنياهو يفسر هذه المواقف خطأ، ولكن الحقيقة على الأرض أن نتنياهو يتخذ مزيد من المواقف تجاه ضد الفلسطينيين بناء على هذه السياسات. فلا يمكن أن يعقل بأن تقوم أنظمة عربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ثم تبرئ نفسها مما يجري من إجراءات إسرائيلية على الأرض. لا، تسلح وهو يستخدم هذه العلاقات ويستخدم هذا التطبيع لقطع الحقوق والانتهاك. منذ أيام عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كيف ترون تأثير مخرجات الاجتماع على تغيير المواقف الدولية للتأثير على قادة الكيان الصهيوني المحتل؟ للأسف يدرك نتنياهو وتدرك الإدارة الصهيونية بأن الموقف الفلسطيني ضعيف، أولا بسبب الانقسام الداخلي، ثانيا بسبب الموقف الرسمي الفلسطيني الذي ربط العلاقة مع إسرائيل فقط من خلال المفاوضات وعدم وجود بدائل أخرى غير المفاوضات. السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس مرتهنة بشكل كامل للإرادة الصهيونية من خلال الميزانيات ومن خلال الدخول والخروج ومن خلال الوظائف ومن خلال وجودها. كل يوم هناك تسريب وهناك تصريح من قادة أمنيين إسرائيليين عن التعاون مع السلطة الفلسطينية، التعاون وتبادل المصالح. الكيان الصهيوني يقول بأن السلطة الفلسطينية تتعاون معنا لأن مصلحتها بالتعاون معنا وليس مصلحة الفلسطينيين. هم يقولون بأن السلطة تخاف من الشعب الفلسطيني، تخاف من المعارضة، تخاف من حركة حماس، وبالتالي تتعاون معنا، وهذا يضعف الموقف الفلسطيني يوما بعد يوم. يعني لم يعد التعاون مع إسرائيل هو لتحقيق حقوق فلسطينية، وإنما
لحماية وللحفاظ على مصالح قيادات السلطة الفلسطينية على الأقل من منظور الإسرائيلي، وبالتالي هذا يعني أنه لا أفق لتحقيق أشياء فلسطينية ولا أدوات للضغط في أيدي نعم. الفلسطينيين على الاحتلال. كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين عواودة، شكرا جزيلا لك.